برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي جمعتنا مع أهم وأبرز الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجري زيارة تاريخية بتعتبر الأولى من نوعها إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة. من المقرر أن الزيارة بتشهد عقد قمة مصرية جيبوتية وهيتم فيها مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما. خليني أقول لكم أن مصر يوم بعد يوم بتتأكد للعالم كله أنها رمانة ميزان المنطقة وأنها اللاعب الرئيسي فيها كمان. ده بيأكده الحركات الدبلوماسية والسياسية اللي شهدتها القاهرة خلال 24 ساعة الماضية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وتم مناقشة مختلف قضايا المنطقة على رأسها طبعا القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وأيضا قضية سد النهضة. كمان تلقى السيد الرئيس اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واللي أعربت فيها عن تقدير ألمانيا البالغ للدور المصري في وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. أما مساء فتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان واللي أعرب عن تقدير باكستان الكبير للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. خلينا بقى نحسم الأمر. في رد على الشائعات اللي البعض بيرددها للأسف الشديد في الفترة الأخيرة. قطعت منظمة الصحة العالمية الطريق على مروجها وحسمت الأمر. أكدت أنه لم يتم رصد السلالة الهندية لكورونا في مصر حتى الآن. وأكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر ولم يتم تسجيل حالة إصابة بها، مشيرة إلى أن السلالة الهندية متواجدة في إيران والمغرب والبحرين. أما عما أثير عن إصابة الفنان الراحل الكبير سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته قالت أنه جرت متابعته في وسائل الإعلام فقط ولا يوجد أساس لمدى صحته. إذن لا توجد وجود لسلالة كورونا الهندية في مصر حتى الآن، فده كان رد مهم جدا. خليني أقول لكم بقى أن اليومين دول الشغل الشاغل لأولياء الأمور والطلاب هي امتحانات الثانوية العامة. كلام كتير بيتردد بشأنها، هل هتؤدى بالطريقة المعتادة ولا في تعديل في نظام الامتحانات؟ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر جروب طلاب وطالبات مصر بشأن امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراءها في 4 يوليو القادم، وقال فيها: انتظروا ما تعلنه الوزارة الأسبوع القادم، قد قدمنا الرد على أسئلة كتيرة، أما طريقة تنفيذ الامتحانات سوف نتحدث عنها الأسبوع القادم، وإلى هذا الحين أرجو ألا نضيع الوقت في تساؤلات أخرى وإشاعات واستنتاجات، لأننا لن نرد على أسئلة أخرى بعد إذن حضراتكم قبل المؤتمر الأسبوع القادم، ونحن غير مسؤولين عن اجتهادات واستنتاجات البعض على المواقع، عشان كده لازم نلتزم الهدوء ونركز في الاستعداد للامتحانات. ودي رسالة مهمة جدا حابين نقراها لحضراتكم علشان كل الطلبة وأولياء الأمور يستقروا كده وربنا يوفق الجميع إن شاء الله وتكون امتحانات سهلة ويسيرة. ركزوا ولكل مجتهد نصيب. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة. دلوقتي نروح لفاصل قصير وسريع وبعد الفاصل هنروح للميس مع عالم السوشيال ميديا.